استغفر الله العظيم. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ النهارده هحكي لك قصه اغرب من الخيال، تصدقها ما تصدقهاش، حاجه ترجع لك انت. بص يا زميلي، انا اتصل عليا النهارده واحد صاحبي، تمام، راجل على قد حاله، عنده 5 اولاد، تمام، عامل جمعيه ب50,000، يقول لي تعالى يا عبد الله عايزك. فطبعا رحت له البيت، لقيت الدنيا خربانة، مراته قاعدة تعيط، ولاد الأطفال قاعدين يعيطوا، وعنده بنت كده لسه بيجهزها. فدخلت عليه بقول له، قعدنا قدام الكمبيوتر وبتاع، أقول له احكي لي مالك. لقيته ضرب دماغه في الحيط وقلع الجزمة، ضرب نفسه جزمتين. انا الصراحة ذهلت، بقول له ايه اللي حصل، فيه ايه؟ قال لي بص يا صاحبي، قبل اي كلام انا كنت عامل جمعية ب50,000 وبطلتها، وكنت محوش 20,000 قبل كده، ودخلت بيهم لعبت بيهم وخسرتهم. مراتي اللي جوه قالت لي لما تجيب الجمعية اشحن بمبلغ كبير، يمكن ربنا يرزقك ونجهز بنتنا ونرتاح. قال لي بص يا صاحبي، انا جبت ال50,000، شلت منها 10، ونزلت عند السوبر ماركت اللي تحتينا، حولت ال40,000 على مرتين. الكلام ده كله على مدار اليوم، على حوالي 24 ساعة. قلت له مفيش مشكلة. قال لي والله يا صاحبي، والله انا النهاردة خسرت 20,000 جنيه. خسرت كام؟ قال لي خسرت 20,000 جنيه. قلت له الله يخرب بيتك، حرام عليك يا جماعة، الراجل ده شغال اجري، اجري بيطلع ب100 جنيه و200 جنيه، اجري على كتافه، اجري بيكلمني بحرق الدم وبيبكي. طب قلت له يا صاحبي، هو انا مش نصحتك؟ قلت لك بلاش. قال لي الشيطان سيطر عليا، وبنت كذا دي مراتي هي اللي شجعتني. بكلم مراته، قالت لي احنا كنا طمعانين، قلنا هنجهز بنتنا والدنيا هتروق، لما شاف واحد بيتكلم في قناة بيقول المبلغ الكبير هيكسبك كتير. انا معرفش. قلت لها طيب دلوقتي النتيجة ايه؟ قالت لي والله من صبح ربنا الاولاد ما كلوش ولا احنا كلنا. فاهم؟ فاهم الموقف وصل لحد فين؟ فاهم وصلت لحد فين؟ ما اكلش عياله علشان يلعب، ما اكلش عياله عشان يلعب جمعية ب50,000 وخسر قبلها 20,000، يعني خسر 40,000. 40,000 في أسبوع، يعتبر النهاردة خسر 20,000. بيقول لي كان معايا 20,000 كنت شايلها للزنقة، خسر 40,000 جنيه. قول لي أنت تعمل إيه؟ 40,000 جنيه في يومين؟ أنا والله كنت قاعد بسمع الكلام ومش عارف اتكلم اقول ايه. لقيته عمال يضرب في دماغه في الحيط. يا عم طب خلاص، يخلف عليك ربنا، اعتبر نفسك ضاعوا منك، افرض كان حصل لك حاجة ولا كده ولا كده. ويلف ويعيط، يا جدع كفاية اللي انت تشوف دموع راجل بيعيط، دموع راجل راجل ده يا سيدي. فيديو اخر 2000 جنيه كانوا معاه، اللي كانوا بيلعب بيهم، وصورهم كمان، صورهم يعني ما الشيطان سيطر عليه. قال لي كنت بشحن 1000 1000 واشحن 2005، فاهم يعني؟ فضل يجي تجري، قال لي وكنت مكسب، يعني قال لي كنت مكسب 5000 وكنت بطمع وهرجع اخسرهم تاني. اقول لا ده انا اشحن اكتر وهجيبهم. فضل لحد ما خسر 20,000 النهاردة، 20,000 في يوم، وكان خسر 20 قبلهم.
تقريبا قبلها بيومين او باسبوع، انا ما فهمتش منه اي حاجة. بالنسبة للكلام ده اللي فهمته منه بالظبط ان كان متوتر وكانوا في حالة رهيبة جدا. طب اقول ايه؟ هقول حسبي الله ونعم الوكيل في الشركات دي. منهم لله خربوا بيوت الناس، منهم لله اللي بيروجوا للقنوات، القنوات اللي بتروج للشركات دي، منكم لله. انتوا اخصمنا ليوم الدين. اي واحد بيروج ويدعي الناس انها تخش تلعب، والله هتندم، هتتحاسب على ذنوب الناس دي كلها، الناس دي كلها هتتحاسب عليها. صح، ده راجل، تخيل راجل بيبكي، بيبكي يعني دموع الراجل مش بتنزل بسهولة، وبيبكي من الحرقة، من الحرقة اللي هو فيها والحوجة. يخسر 40,000 في يومين، شقى عمره كله، الجمعية اللي كان عاملها، هيجهز بنته ويصرف على أولاده على المدارس وكده. منع حتى الأكل، ما جابلهمش أكل يوم كامل، ما جابلهمش أكل. لدرجة ده معناه يا باشا إنه مفيش فلوس، مفيش فلوس يجيب أكل لأولاده. تخيل الموقف، تخيل واحد يخش يلعب ب20,000 يخسرها وما يجيبش لأولاده أكل. وصل بينا الدرجة دي، وصلنا للمدة ده، مدة كده انتحار، كده ده كده انتحار. قعدنا معاه وعفرنا معاه كتير وصبرناه، نزلنا قعدنا على القهوة وقعدنا نحكي مع بعض شوية، فاهم، لحد ما أموره هديت. ويرجع بقى مع نفسه كده وعيط، عيط بحرقة. طب ليه؟ ليه؟ أنا كل القصة مش عايز أقول له أنت ما كنتش لعبت من الأول، هزود عليه الهم. هم بحاول أصبره وأقول له يا باشا اعتبر نفسك عندك طفل مريض وصرفتهم عليه، اعتبر نفسك كنت ربنا نجاك وكنت هتعمل حادثة بعربية ولا حاجة وكنت ربنا نجاك، اعتبر نفسك إن أنت كنت هتروح تصرف قدهم في المستشفى. خلاص احمد ربنا، احمد ربنا على خسارتك وخلاص. المشكلة إن أنت لازم تتوب، ده فيروس، ده مرض، مرض شديد جدا، ده مرض شديد جدا، حاول تطلع من المرض ده. فاهمني؟ أي مرض له علاج إلا المرض ده. لو أدمنته هتتدمر، هتتدمر نفسيا وتتدمر ماديا، عشان خاطر ربنا أنت كمشاهد ما توصلش للدرجة دي، ما توصلش للدرجة اللي وصل ليها صاحب دي. انت لو شفت حال الأسرة أقسم بالله هتبكي عليهم، هتبكي عليهم. يعني برضه مننا فينا، يعني المدام بتاعته كانت بتشجعه، انت فاهم، يعني هو كان بيحكي لها ان انا بلعب وبتاع، وكان بيقعدوا يتفرجوا على القنوات اللي بتقول لك بص كسب كام، بص عمل كام. ما يعرفوش، غلابة مساكين ما يعرفوش ان الحسابات اللي بتلعب بيها القنوات دي فيك، فيك يا باشا، والناس بتلعب بقنوات فيك. وانا عرضت كذا مرة قلت ده حساب فيك، كان فيه مليون ونص، كان فيه مليون ونص. يعني بس الناس دي يعني الشيطان مسيطر عليهم. انت كنفسك الشيطان مسيطر عليك. انت لو معاك 100,000 على المحفظة أو الفيزا بتاعتك، وممكن تخسرهم في يوم عادي، لأن يعني اللعبة خلاص دي شيطانها سيطر عليك، سيطر عليك يا جدع. ده أنت ممكن تشوف ما تقومش تاكل ولا تشرب وتلعب. أنا والله النهاردة رايح أصلي المغرب، لقيت واحد واقف قدام باب الجامع ماسك التليفون، بضربه كده على كتفه بقول له يلا يا عم خش، قال لي استنى أخلص الجيم ده. جيم ايه يا عمي؟ ببص لقيته بيلعب نفس اللعبة، بيلعب بنفس الألعاب للرهانات. تخيل قدام بيت ربنا والصلاة، قاموا الصلاة خلاص واحنا داخلين نصلي، وهو مش هين عليه يسيب التليفون الخمس دقايق اللي هيصلي فيهم دول.
وترجع تقول لي سجل لي بريمو كود. يا جدعان يا اصحاب القنوات يا اصحاب الفيسبوك، الموضوع كبير قوي، الموضوع كبير فوق ما تتخيل. ارحموا الناس، ارحموا الناس، حرام عليكم. الشركات دي خلاص دي متوثقة يا باشا، ما تقوليش اعمل شكاوى واعمل ابلاغات في الشركات دي، والله لو عملت ايه، متوثقة من الناس التقيلة. اسأل واحد وكيل وفاهم الدنيا كلها، دي متوثقة يا باشا. خلاص شغل، اسرق الناس اللي جوه الدولة دي ونتظبط مع بعضنا في الآخر. الواحد مش عايز يخبط في السياسة بس ولا يذكر أسماء، عشان انتوا عارفين اللي بيخبط في السياسة ده ممكن القناة تتشال فيها خالص. فانت يا ريت، بس يا ريت ناخد من تجربة صاحبنا ده اللي بيته خرب، بمعنى خرب من دلوقتي ورايح. راجل أجر بيطلع يشتغل ب 200 جنيه في اليوم، يخسر 40,000 جنيه في يومين ثلاثة. لازم نستوعز يا جماعة، لازم نخلي بالنا ونستوعز. انت على اي مكسب خسرته، على اي خسارة احمد ربنا، حتى لو خسرتك اكبر منه، حتى لو خسرتك اكبر منه احمد ربنا، احمد ربنا على الصحة، احمد ربنا على كل حاجة. ابعد، ابعد عن المواقع دي، والله ما فيها مكسب. اللي هتكسبه النهاردة هترجع تشحنه بكرة وتخسر قده 4 مرات. ما تقوليش انا حريف ولعيب، انا ممكن اكسب بسحب وخلاص كده مش بخش تاني في الوقت ده. يا باشا انت بتتكلم في ايه؟ يا باشا انت بتتكلم في ايه؟ ارحم نفسك، كده كده هترجع تشحن بيهم تاني، ترجع تشحن بيهم تاني. يعني هو كان بيلعب اللعبة دي، الجيم ده اديته، يعني هي اديته اللعبة حوالي 1,500، قال لك لا يا باشا ده انا خسران 20,000، ده انا لازم اعوض. بقول له تعوض ايه يا ابني، دول 2,000 جنيه اللي انت شاحنهم. قال لي ما انا شفت في القناة بيقول كده، من 2,000 جنيه ممكن توصل ل 40,000. خلاني بص اعصابي باظت معاه خالص، اعصابي يعني. هقول له ايه طيب، هقول له ايه؟ كل اللي اقدر اقوله، اقوله حسبي الله ونعم الوكيل في صاحب القناة اللي انت سمعت له الفيديو ده واقتنعت ان هو صح صدقه وهتكسب فعلا، وعشان كده عملت كده، عشان كده عملت كده. طب بعدين والنهاية يا راجل، ما هنش عليك اولادك، اولادك في البيت ما هنش عليك يوم كامل ما ياكلوش، ذنبهم ايه طيب؟ ذنبهم ايه؟ انا بمشي على الاطفال بقول لهم مالك يا بابا وماما زعلانين، طب انتوا مش هتاكلوا؟ لا مفيش اكل. مفيش اكل ايه يا ابني؟ قال مفيش اكل. صاحب بيقول له والله ما في اكل، يعني انت هبطل الجمعيه ما قدرتش وانت جاي حتى تفرحهم باي حاجه؟ قال له والله ما بفكر غير في اللعب، انا مش بفكر غير في اللعب، وببقى في الشغل مش بفكر غير في اللعب. فاهم يعني؟ انت راجل اجر بتجيب 200 جنيه 200 جنيه في اليوم. قال لي اه كنت بجيب 200 جنيه وكنت بحوشهم، بس كنت خابطه هنا في اللعبه، طلعني السما يا عم، طلعني السما. دول قلت له فعلا انت طلعت السما دلوقتي، انت طلعت السما بس عند ربنا بقى، طلعت السما عند ربنا. يا جدعان في ايه؟ انتوا لسه برضو لسه الشيطان مسيطر عليكم؟ يا جدعان حموا نفسكم، هتندموا ربنا والله هتندموا. انت بيدك الفرصة دلوقتي، انت لسه راجل وتقدر تشتغل وتعوض الفلوس زي ما جبتها وخسرتها، تقدر تجيبها بالطريقة حلوة بشغل، بشغل. ما تقوليش ما فيش شغل، الراجل طالما في صحته يقدر يجيب فلوس. الفلوس عمرها ما بتعمل رجالة، الرجالة هي اللي بتجيب الفلوس. لازم تركز وتعرف ان اللاعب اللي قدامك ده عدوك، خصمك يا اخي، هعتبره خصمك ومحتل بلدك وبيموت فيك بالبطيء بس انت مش حاسس. ده خصم عدو، دول اوروبية عدو يا باشا. لو تلاحظ الدول، مفيش في امريكا الولايات المتحدة حاجة اسمها رهانات. انت عمرك شفت اعلان عن المواقع دي موجود على اليوتيوب؟ ليه؟ لانه محظور، محظور يا باشا. دي دول رجاله، دي دول رجاله بتحافظ على الشعب بتاعها، انما احنا بنبيع نفسينا لغيرنا.
انا مش عايز انفعل اكتر من كده، عشان لو انفعلت هقول كتير قوي وهخبط في الحلل، وربنا ايه يجيب العواب سليمة. انا اللي شفته في صاحب النهاردة، بيتهيألي لو كان قدامي صاحب الشركة دي والله العظيم انا كنت شرخت نصين لما اكون هتعدم. كنت انا بنشر لك الفيديو وانا اشتهوش، قلت له انا هحكي قصتك وانزلها على القناة. قال لي عادي، مش عايز حد يحصل له زي اللي حصل له، بس قال لي ما اذكرش اسمه. قلت له اكيد طبعا مش هذكر اسمه، اكيد مش هذكر اسمه. حاليا يا رجالة حاولوا ان انتوا تسيطروا على نفسكم وتبعدوا، لسه الفرصة قدامك، لسه الفرصة قدامك. لو خسرتك اكتر من كده، اكتر من صاحبي بتاع النهاردة ده، احمد ربنا، احمد ربنا قوي. موقف ده، موقف زي كده بس يخليك تكره الدنيا كلها. خلاص يا رجالة، ما تنسوش تعملوا لايك يا شباب، مش عملنا لايك عشان في قنوات بتعمل فينا ابلاغات ان احنا حسابات زايفة. معلش يعني يا ريت تعملنا لايك عشان القناة تستمر، وانا بعون الله مش هسيب الناس دي كلها في حالها، مش هسيب القنوات والدنيا دي كلها في حالها. يلا سلام عليكم يا رجالة، معلش طولت عليكم شوية.